بتوجيهات من الرئيس السيسي باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا لمواجهة أثار الزلزال المدمر، وصلت طائرة نقل عسكريتان إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. كما وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتي تركيا وسوريا محملتين بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية. يأتي تلك المساعدات في إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول في مواجهة الأزمات والتحديات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامنا مع الشعب التركي في تخفيف آثار الزلزال المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي سياق متصل، وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتي سوريا وتركيا، وأعرب المسؤولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا. Thank you. I am very pleased to welcome the two Egyptian military flights to Turkey bearing important and highly valuable medical assistance. We all know the relationship between the two people of Egypt and Turkey are excellent, they are historical. طبعا بهذه المناسبة من هذا الميناء ومن لاذقية العرب باسم شعبنا في سوريا نتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى إخوتنا في مصر قيادة وشعبا لهذه المبادرة الطيبة التي تحوي مساعدات إغاثية من مواد طبية وغذائية ومستلزمات للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة في السادس من الشهر الحالي، وهذه الشحنة ستكون بمثابة بلسم للجراح لشعبنا في سوريا بشكل عام. فكل الشكر لهذه الجهود، ونحن دائما نعول على دور مصر الرائد في مجال العالم العربي لدعم سوريا، وهذا ليس بجديد على إخوتنا في مصر، نحن في سوريا نعتبر أننا شعب واحد في بلدين. تأتي تلك المساعدات في إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول في مواجهة الأزمات والتحديات.